إحساس بالسعادة إني أرجع أشوفكم بعد 10 سنين ما شاء الله عنكم. يعني لو في مونولوج بدنا نقوله اليوم أو أنتوا كشباب كيف بتشوفوا أحلامكم بعد 10 سنين؟ رجعت أدرك قدي هاي القصص كانت مهمة. يعني أخيراً راح تحلوا قصة وتجوزوني. The map from the woman or even the child. Piles of flesh on the map. بعد 10 سنين هينا قادرين نحكي، بس هل الكلام بوصل؟